السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، هذا مرقد السيدة رقية عزيزة الحسين. اطلبوا حوائجكم، أنا أصليكم نيابة وأزوركم نيابة. هذه رقية عزيزة الحسين. اطلبوا حوائجكم، باب الحوائج. اطلبوا حوائجكم من سيدتي ومولاتي رقية عزيزة الحسين. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله ويشافي مرضاكم. اطلبوا حوائجكم فإنها مقضية بحق عزيزة الحسين. أصلي لكم نيابة عنكم وأزور لكم، والله يبعد عنكم كل البلاء والأمراض والفتن، ويبعد عن العراق وأهل العراق وشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وزرت للأخوان اللي رجعوهم والخوات اللي رجعوهم بالحدود، وزرت نيابة عن الشهداء وعن الجرحى، والله يتقبل من الجميع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.